تعالوا بقى نتكلم شوية عن الشائعات. أنا مش هتكلم عن الشائعات عشان أقول شائعات. تعالوا كيف فعلت الشائعات بمناخ الاستثمار والاقتصاد في مصر. نحن ندرك ان حروب الجيل الرابع والجيل الخامس شغالة على ودن. خلاص الحروب دلوقتي بقت حرب معلومات، حرب بيانات، اسلحة فتاكة اقوى من الذري ومن هيروشيما وناجازاكي. شائعة قد تدمر شعب، شائعة تدمر شعب. لم تعد تتحرك الجيوش وترسانات الأسلحة حتى يتم حرب، حرب معلومات، حرب شائعات. ساعة الحرب الآن التي تجري على مستوى العالم هي السوشيال ميديا، وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت والفيسبوك وتويتر وخلافه الانستجرام والمواقع الإلكترونية اللي بدون صاحب، والمدونات هي حرب معلومات بلا هوادة. من يمتلك ناصية النت، ناصية المعلومات، هو الأقوى، والبقاء للأقوى الآن. والحرب حرب معلومات وحرب شائعات. مفيش اتنين يختلفوا ان البلد فعلا بتتعرض لحرب شرسة، لحرب شائعات شرسة من جوه ومن بره. واحنا قلنا ما زلنا الجهاز الاداري في الدولة ما نزل في جهات لسه ما زال فيها ناس ليس لهم ولاء ولا انتماء للبلد والوطن، وبيستخدموا لحد وقتنا هذا. وطالبنا بتطهير هذا الجهاز من هؤلاء. اخطر حاجة في الشائعات هي الشائعات الاقتصادية، الشائعات التي تتعلق بصناعة المال والاعمال. الاسبوع اللي فات انشغل الشارع الاقتصادي والشارع السياسي ايضا بشائعة خطيرة. كادت هذه الشائعة أن تقضي على أحد قلاع، قلعة مالية مصرفية كبرى. هي هذه القلعة هي البنك التجاري الدولي السي آي بي. رئيس هذا البنك، رئيس مجلس إدارة هذا البنك المصرفي هشام عز العرب، هو رئيس اتحاد البنوك، طلع في احدى القنوات الفضائيه واتكلم عن هذه الشائعه وفند هذه الشائعه، وقال ان احنا هنحول اللي روجوا هذه الشائعات للقضاء، وتم تحريك بلاغات لهذه القضاء، واتكلم عن كيف تحرك البنك لوأد هذه الشائعه والرد عليها، وتاكيد واكد على ثقه الـ 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 البنك. وطلع بيان اذاعته كل المواقع الالكترونيه والصحف، وموجود البيان اللي طلعه بنك السي اي بي. طيب القضيه بقى مش في البيان ولا في الشائعه، القضيه ان هناك مخطط. اسمحوا لي انا مش هكشف عن مصادري، وهيقول لك اللي ما عندوش مصادر وما يكشفش عن مصدره ضعيف. لا انا مش ضعيف، انا محرر اقتصادي، صحفي اقتصادي ومحرر مصرفي من جوه، استطيع ان اجزم وفق مصادري الخاصة جدا جدا ان هناك مخطط لضرب الجهاز المصرفي. في مخطط
الشامل للقضاء على الجهاز المصرفي الذي عمى مصر حتى الآن من أزمة المالية العالمية اللي ضربت العالم في 2008، وحمى مصر وحمى اقتصاد مصر حتى الآن بساعة ما قامت الثورة من 2011. لولا قوة الجهاز المصرفي وسلامته وصلابته بفضل الإصلاح المصرفي اللي تم في الجهاز المصرفي وقتما كان محافظ البنك المركزي فاروق العقدة ورفاقه والفريق العمل، هو ده اللي حمى مصر. هو عايز يوقع لك البنوك، عايز يضرب لك الجهاز المصرفي. هو فشل مع الشعب بقى. الشائعات اللي عمال يطلعها دي فشل مع الشعب. قال لك ايه؟ اضرب البنوك، اضرب البنوك في مقتل. طب يضرب مين؟ ده بيضرب اكبر افضل بنك قطاع خاص في مصر، بنك السي اي بي. هو احد الستاندرز، احد المؤشرات اللي بيبص عليها، اللي بتبص عليها المؤسسات التصنيف العالمية عندما تقوم بتصنيف الدول وتصنيف اقتصادياتها وتصنيف بنوكها وجهازها المصرفي. اول حاجة، اول مؤسسة تبص عليها بتبص على السي اي بي. هو بنك عالمي، بنك الشيرز بتوعه المساهمين بتوعه على مستوى في كل مستوى العالم، افضل بنك في الشرق الاوسط. اول ما يبص، عايز يبص على مناخ الاستثمار في مصر ويقيم مناخ الاستثمار في مصر، يبص على السي اي بي. اول ما يخش احد المؤشرات كده بيحطه قدامه كده، اي مستثمر داخل مصر لازم يبص على السي اي بي ويشوف تجربة السي اي بي واداء السي اي بي وسهم السي اي بي في البورصة. سهم السي اي بي، سهم البنك التجاري الدولي، هو الذي يقود اسهم البنوك في البورصة، هو اسهم قائد. لما تيجي البورصة كده مؤشرات، انا بتكلم برضو اهلنا، بص دي مؤشرات البورصة، هو ده السهم ده اللي بيحرك قطاع البنوك واسهم البنوك المتداولة في البورصة المصرية. افضل اداء سهم الذي يحرك السوق، الذي يحرك السوق البورصة في مصر ويصعد مؤشرها، هو سهم السي اي بي لقوة الأداء، قوة أداء السهم ده. فأنت لما تيجي شائعة زي دي، إن واحد هرب، موظف هرب، مدير فرع في اسكندرية، في أسيوط، في أي، هرب وخد 180 مليون وخد بتاعه وهرب ومشي، الكلام ده يا جماعة كلام كبير جدا. هي سايبة كده واحد يهرب ويمشي؟ يا جماعة في نظام رقابة مصرفي على كافة العمليات المصرفية، وفي إدارة في البنوك اسمها إدارة المخاطر المصرفية وإدارة الرقابة المصرفية. والرقابة على البنوك في البنك المركزي تراقب أداء البنوك المصرية بالكامل، وفيه ربط، فيه ربط يا جماعة، فيه ربط بين البنوك، شبكة وبين البنك المركزي الرقيب. والبنك المركزي عندنا قوي جدا، الرقيب على اداء هذه البنوك. وبعدين اموال البنوك امنه. هو شائعه زي دي لما يقول لك البنك ده ما فيش ثقه في العمله والكلام ده كله، طب انتوا عارفين يعني البنك ده، انتوا عارفين الشائعه دي عملت ايه في البنك؟ خسرت البنك قد ايه؟ في يومين ثلاثه خسرت البنك، سهم البنك، المساهمين خسروا 6.5 مليار جنيه، 6.5 مليار جنيه. البنك كان ب 80، انا المؤشرات على الشاشه، هدول يا جماعه المؤشرات اللي على الشاشه كده. البنك امبارح اغلق على 80.38، بتراجع. البنك ده كان وصل قبل الشائعه، قبل يوم 11، الشائعه بدات تتداول في السوشيال ميديا في يوم 12، كان ب 86.5 تقريبا، او 86.60 قرش. اغلق امبارح على 80.38 قرش، 80 جنيه و38 قرش. طب هو مين اللي بيتضر يا جماعه في الاول والاخر؟ طب انا هطرح معهم الاسئله، بس لحساب من يتم ضرب هذا البنك؟ ومن يقوم بهذا المخطط؟ هل هناك ما يشاع
او ما يتداول ان هناك تصفيه حسابات داخل الجهاز المصرفي؟ انا ارد بقى، انا استبعد ذلك تماما، ان هناك يكون ما يحدث في البنك التجاري الدولي هو تصفيه حسابات داخل الجهاز المصرفي، استبعد هذا تماما. رئيس البنك طلع بعد بيان واكد سلامه العمليات المصرفيه تمام، وقال ان مدير مش مدير الفرع، الموظف اللي في موظف كبير في فرع البنك في اسكندريه واخد اجازه وسافر، سافر في اجازه ولسه اجازته ما انتهتش، ما رجعش لسه من اجازه، المفروض يرجع الاسبوع اللي جاي ده على الحد للاثنين. كمان في حاجه مهمه يا جماعه، اموال البنوك، اموال المودعين في البنوك المصريه كلها بما فيها السي اي بي امنه. البنك المركزي يؤمن اموال المودعين بالكامل، ما فيش جنيه اتحط في بنك المودع البنك المركزي يضمنه بالكامل. وفي بوليس التامين، في بوليس التامين على هذه البنوك ولا عادي الاموال. المهم مش من مصلحتنا نهد بنك ده، نهد البنك ده او نهد الجهاز المصرفي ده. يا جماعه اللي بيحصل ده، ده ضرب للجهاز المصرفي، ضرب للبنوك. نتقي ربنا شويه، نتقي ربنا شويه يا جماعه، لانه حرام اللي بيحصل ده. انا بس عايز اقول لكم بعض الارقام اللي البنك ده فيها 6500 موظف فاتحين بيوت مصريه. البنك ده يا جماعه الاجمالي محفظه القروض اللي منحها البنك، هي محفظه القروض ده البنك التجاري الدولي 108 مليار جنيه قروض. اجمالي ودايع العملاء في البنك ده 256 مليار جنيه. بياخد حصة سوقية، حصته السوقية ده أفضل بنك في الشرق الأوسط، في مصر في الشرق الأوسط، بياخد 7.5% من السوق المصرفية. بنك مهم وبنك رائد، مش من مصلحتنا ولا مصلحة أي حد نشوه البنك ده، لأنه تشويه البنك ده هي ضرب للجهاز المصرفي، ضرب الاقتصاد، ضرب المرصة، ضرب لمناخ الاستثمار. وأذكر ان تجربة البنك الدولي التجاري الدولي في مصر السي اي بي سيتم تدريسها في كلية ادارة الاعمال في لندن، افضل 5 كليات ادارة اعمال على مستوى العالم هيدرسوا للطلبة تجربة البنك التجاري الدولي. اعتقد ده خير سفير لمناخ الاستثمار في مصر، الخبر ده بس لوحده خير سفير لمناخ الاستثمار في مصر. فاحنا بس ايه، نتقي ربنا وان احنا نبقى حريصين، لانه يبقى الجهاز المصرفي هو عمود الاقتصاد وعمود الخيمه، الذي لو انهار هذا الجهاز لانهار الاقتصاد وانهارت البلد.